صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1442 هجريا. جاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1442 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الخميس الأول من شهر محرم 1442 هجريا والموافق للعشرين من شهر أغسطس 2020 ميلاديا.